Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. في هذا الفيديو سنحاول أن نراجع دروس المقطع الأول تحضيرا للفرض الأول للفصل الأول. Alors, pour bien se préparer aux devoirs du premier trimestre, nous allons réviser les leçons, les points de langue que vous avez déjà étudiés lors de la séquence numéro 1. وفي الأخير أيضا سنقوم بشرح طريقة كتابة مقدمة نص تفسيري l'introduction d'un texte explicatif ولا أيضا نسميوها la phase de questionnement اللي أيضا متوقع أنه يطلب منكم كتابة هذا الجزء في الفرض. إذن نبدأ مع الدرس الأول لي بروسيدي اكسبليكاتيف. قبل ما نشوفوا هذا الدرس لازم تعرفوا باللي في سنة أولى متوسط كل النصوص اللي نشوفوها هي عبارة عن نصوص تفسيرية نسميهم بالفرنسي لي تكست اكسبليكاتيف. ملاحظة فقط نحاول نبسط لكم نوصلكم المعلومة ببساطة بالعربية، ولكن لازم الكلمات والمصطلحات تعرفوهم وتفهموهم وتحفظوهم باللغة الفرنسية. يعني رانا نتعاملو افيك دي تكست اكسبليكاتيف. بسطت لك قلت لك بلي لو تكست اكسبليكاتيف هو النص التفسيري، يعني يفسر اشياء، مي انت راح تتعامل غير مع كلمة تكست اكسبليكاتيف. الفو ايسيي دومبلويي و اون فرونسي سافيدير نحاولو ما نستعملو فقط العربية كيما كأول مرة باش نوصلو المعلومة فقط. سينو on essaie d'utiliser les termes originaux. Bon, alors, بما أنه النص تاعنا هو نص تفسيري c'est un texte explicatif, alors عنده des caractéristiques, عنده خصائص. من بين الخصائص نتاع le texte explicatif c'est les procédés explicatifs. إذن وسائل التفسير هذو هما من الخصائص من لي كاركتيريستيك تاع لو تيكست اكسبليكاتيف. واش هما هاد لي بروسيدي؟ سي ان انسومبل دو مويان كي بيرميت دو فورمولي اون اكسبليكاسيون كلير. راح نكتب نص، جو في اكريغ ان تيكست اكسبليكاتيف، لازم لي دي مويان، يعني الافكار في لي زيدي في النص تاعي لو تيكست تاعي اكسبليكاتيف راح نستعمل هاد لي مويان، هاد الوسائل يساعدوني باش نبني بو ريديجي مون تيكست. سي بون. واش هما هاد الوسائل اللي نلقاهم في لو تيكست كار لو تيكست اكسبليكاتيف كي كاركتيريز لو تيكست اكسبليكاتيف؟ نو افون دابور لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون هي التعريف. كي نقولوا اون ديفينيسيون سا في دير كوا؟ سا في دير دوني لو سونس ولا لا سينيفيكاسيون دان مو. معناها نمدو المعنى، الشرح تاع كلمة معينة، ماذا تعنيها تلك الكلمة. بار اكزومبل راح نتكلم دونز ان تيكست على لو لافاج دي مان ولا لو بروساج دي دون. جو بو ديفينيغ لو بروساج دي دون بار اكزومبل ولا لو لافاج دي مان. نمد تعريف لو لافاج دي مان. الوغ نمد سا فو دير كوا لو لافاج دي مان؟ ماذا يعني غسل الايدي؟ اذا لا ديفينيسيون تاعو، المعنى تاعو. لا ديفينيسيون إذن قلنا الديفينيسيون التعريف peut être identifié ولا peut être introduit par l'un des verbes suivants. يعني التعريف تاعنا نقدر نعرفوه من خلال استعمال أحد الأفعال التالية، soit le verbe pardon soit le verbe être. مثلا نقولوا il est par exemple un microbe كيما المثال تاعنا هنايا، المثال تاعنا un microbe est un organisme microscopique vivant. الميكروب هذا هو كائن حي
Mijhari. Alors, c'est un organisme microscopique vivant. Très bien. C'était l'utilisation du verbe être. Ou les vacantes haja fil jam'a qu'on sont. D'accord. Par exemple, les microbes sont des organismes microscopiques vivants. يعني سواء في المفرد ولا في الجمع نستعمل le est ou le sont le verbe être au présent de l'indicatif. On peut aussi utiliser le verbe signifie. نستعمل أيضا الفعل signifie. نفس الشيء إذا كان مفرد نقول signifie avec e sinon signifie ent إذا كان جمع. Veut dire. Alors signifie veut dire نلقاو أيضا consiste en. Pardon. نلقاو ايضا consiste en ونلقاو ايضا sert à ولا servir le verbe à l'infinitif servir sert à هذو كامل لي فيرب نقدروا نلقاوهم في لا ديفينيشن يعني نستعملوهم pour introduire pour insérer une définition مليح نواصل بعد ما شفنا لا ديفينيسيون عندنا ايضا لينوميغا باردون لا سينونيمي لا سينونيمي بمعنى الترادف سينونيمي معناها زوج كلمات عندهم نفس المعنى دو مو كي اون لو ميم سونس بوركو نمبلوا لي سينونيم علاش نستعملوا هاد لي سينونيم في النص تاعنا باش نتفاداو التكرار مثلا راح تكتب تايا ان تيكست كي بارل دو ليجيان على النظافه ما تبقاش في كل جمله تقول ليجيان 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 سي اون ريبيتيسيون تكرار مثلا تقدر تقول la propreté alors on a employé le mot propreté pour éviter la répétition de l'hygiène ولا مثلا عندنا le mot important important نقدر نعوضوها ب indispensable nécessaire essentiel primordial اذا بزاف كلمات نقدر نستعملوهم pour remplacer باش نعوضو important alors ça nous permet de rédiger un texte sans répétition نكتبو نص بدون تكرار لانه التكرار هذا يخلي النص تاعنا تعبيره ركيك معناها ضعيف التعبير تاعنا اذا كان استعملنا فيه دي ريبيتيسيون بعد ما شفنا اذا لي بروسيدي اكسبليكاتيف نشوفو ايضا درس تاع لا غرامير vous avez vu la proposition subordonnée relative bon اول شيء La proposition relative هذه راهي مصنفة من بين les expansions du groupe nominal. واش هما les expansions du groupe nominal؟ تبعوا معايا مليح ناخذوا مثال هنا عندنا جملة هذه. J'utilise le savon qui tue les bactéries. نهزوا هذا الاسم اللي راهو في إطار ولا entouré en mauve. داكور محاط باللون البنفسجي. Le savon. لو كان نقول لك أنا مثلا أنت كتلميذ نقول لك روح جيب لي الصابون. Le savon. نتايا اسكو راح تعرف واش من صابون راح تشري لي ما تقدرش تعرف سي دو كيل صابون ساجيتيل الوغ لازم انا نزيد نوضح لك جو دو فير كوا جو دو بريسيزي لو نو هذاك الاسم اللي هو صابون جوتيليز لو صابون جو دو لو بريسيزي لازم نوضحو داكور هذوك بور بريسيزي الوغ سو نو Bien, ce groupe nominal, j'utilise ce qu'on appelle les expansions du groupe nominal. Les expansions du groupe nominal, هما نقولو لهم الإضافات. يعني تزيدهم لهذاك الاسم باش توضحو. واش هما الإضافات هذو؟ Il y a trois expansions. زوج راح نقراوهم في لا سيكونس 2 المقطع الثاني إن شاء الله. واحدة رانا قريناها دركا. راح نقراوها دركا في هذا لا سيكونس. زوج هذوك هما l'adjectif qualificatif, الصفة. Et le complément du nom. اليوم راح نقراو لا بروبوزيسيون غيلاتيف. إذا لا بروبوزيسيون غيلاتيف هذه راهي تمد لنا معلومات جديدة توضح لنا توضح الاسم الذي يأتي قبلها اللي هو سميناه ولا نسميوه لونتيسيدون. يعني هذا الاسم كما راكم تشوفون درناه بالموف يسميوه لونتيسيدون. واللي تجي وراه هذه بالأخضر كامل يسميوها بروبوزيسيون غيلاتيف ولا اسم الكامل بروبوزيسيون سوبوردوني غيلاتيف حاولوا من فضلكم هذا الاسم الأسماء هذا أنتيسيدون بروبوزيسيون غيلاتيف كي تحفظوهم ما تحفظوهمش برك سمعيا يعني تحفظ حتى طريقة كتابتها لأنه في الاختبار ولا في الفرض كي تكتب لازم تكتبها صحيحة بدون أخطاء لأنه نحن سنصحح ما هو مكتوب انت بالك تعرفها شفوي بلي بروبوزيسيون غيلاتيف بصح اذا ما تعرفش تكتبها راك راح تضيع على روحك النقاط متفاهمين اذا بروبوزيسيون غيلاتيف هذيك كيفاش تعرفوها هي عباره عن نقولوا جزء من الجمله ليست جمله كامله سي اون بارتي دو لا فراز كي كومونس الي انترودويت بار لو برونون ريلاتيف كي تلقاوها تبدا بالاداه كي هذا الاداه كي
اللي تكون في بدايتها سميوها برونو ريلاتيف. باختصار هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. الدور تاعها واش هو؟ توضح الاسم الذي ياتي قبلها اللي نسميوه لونتيسيدون. كيف نعرفوها؟ هي عباره عن جزء من الجمله نلقاه يبدا برونو ريلاتيف اللي هو لو برونو ريلاتيف كي. هذه لا بروبوزيسيون ريلاتيف. بيان سور اذا عندكم اي اسئله استفسارات اخرين خليهم في لي كومونتير. اذا ما فهمتوش حاجه خليو السؤال تاعكم في لي كومونتير. بالنسبه لا كونجوغيزون فو زافي لو بريزون دو لانديكاتيف. في هذا المقطع جينيرالمون تقراو لو برومي جروب. لازم ديروا في بالكم حاجه باللي سيت اني فو زافي لو طون بور بيان ميتريزي لا كونجوغيزون دو بريزون. ديروا في بالكم بلي هذا الزمن هو من اهم الازمنه اللي نحتاجوها السنه هذه واللي بعدها واللي بعدها الى غايه الباكالوريا، وانتم تحتاجوا هذا لو بريزون دو لانديكاتيف سورتو وخاصه في السنه الرابعه متوسط راح نحتاجوه، ولازم من الوقت هذاك تكونوا متمكنين. دروكا لازمكم في السنه الاولى هذه تحاولوا انكم تتمكنوا منه بريزون دو لانديكاتيف باش من بعد ما تحصلوش فيه. داكور. وكاين دروس اخرين في السنه الاولى متوسط ايضا لازم تقراوهم بكل جد. بون هي الدروس كامل لازم نقراوهم بكل جديه، ولكن هناك دروس يجب التركيز عليها. ديجا دركا درنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، هذه لا ريلاتيف هذه تقراوها العام الجاي واللي بعده، وسنه رابعه ثانيه راح تولي من اهم الدروس. اذا لازمكم تفهموها دركا باش من بعد ما تلقاوش صعوبات، يعني من بعد توليو ديروا غير تذكير بسيط فقط. لو بريزون دو لانديكاتيف هذا قلنا هو زمن مهم، وهذا العام راهو عندكم في السنه الاولى عندكم الوقت الكافي. الفصل الاول والفصل الثاني كامل راح تقراو غير لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ فو زافي تو لو طون بور ميتريزي اي بور بيان سافوار كومون كونجوغي لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. تعرفوا مليح كيف تصرفوا في لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ دائما في تصريف الافعال لازم يكونوا عندكم اولويات. لا بريوريتي الاولى، الاولويه الاولى هي انك تحفظ لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار اي لو فيرب الي. عندك اتر افوار الي، الي ما كتبتوش هنا، هاد ثلاثه تحفظهم. ما عندك هنا اتر جو سوي تو اي 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 تحفظو. وكي تحفظو انا قلت لك تحفظو بالكتابه ماشي شفويين. انتك حافظها جو سوي بصح ما تعرفش تكتبها، معناها ما درت والو. لازم تعرف كيف تكتبها. تحفظو اتر افوار. كملت الخطوه الثانيه تروحوا عند الافعال تاع البريمي جروب المجموعه الاولى. واش ديروا لهم ساهلين؟ برومي جروب تحفظوا لي تيرمينيزون، لانه افعال المجموعه الاولى سي كوا؟ هما الافعال اللي خلصوا بالاو ار كيما مونجي شونتي شارجي شونجي بارلي امبلوي سو لافي سو بروسي نيتواي. الوغ مثلا نيتواي واش ديروا كي تصرفوا هاد الافعال؟ اون سوبريم او ار. او ار هذه نحذفوها تاع برومي جروب اللي كان في افعال برومي جروب كامل المجموعه الاولى، وديروا في بلاصتها لي تيرمينيزون هذو على حساب الضمير. جو نديروا مع او تو نديروا مع او اس وهكذا جوسكا او ان تي. داكا الدوزيام جروب ما على بالش اذا تقراوه اذا قريتوه درك ولا مازال ما قريتوش، انا نديرهم لكم كامل. دوزيام جروب نفس الشيء، هما الافعال اللي يخلصوا بالاي ار كيما فينير. بون ماشي كامل الافعال مي سو سون او بيان تو لي فيرب دو دوزيام جروب سو تيرمين باريير ا لانفينيتيف. يعني افعال تاع المجموعه الثانيه كامل يخلصوا بالاي ار على فان على انفينيتيف، مي ليس كل الافعال التي تنتهي بالاي ار هي افعال تاع مجموعه ثانيه. كاين افعال يخلصوا بالاي ار كيما فينير سورتير تونير، هذو يكملوا بالاي ار بصح راهم تروازيام جروب. بون بالنسبه لافعال دوزيام جروب قلنا نفس الشيء، اون سوبريم اي ار ونديروا في بلاصتهم لي تيرمينيزون هذو اي اس اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. بالنسبه لافعال المجموعه الثالثه تلقاو بلي فيهم بزاف حالات. افضل طريقه باش تتمكنوا من افعال المجموعه الثالثه هي التطبيق لي زيكزيرسيس. il faut s'appliquer pardon il faut s'entraîner il faut faire beaucoup d'exercices باش نوليو متمكنين 100% من لي فيرب دو تروازيام جروب. وعندكم الوقت، يعني ماشي دركا ماشي لازم في سمانه ولا، عندك الوقت الكافي باش تولي متمكن من لا كونجوغيزون دي فيرب او دي فيرب دو تروازيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف. الان اخر حاجه نختموا بها هذه المراجعه الخفيفه، يعني ما عندكمش بزاف دروس. اخر شيء نختموا به هي منهجيه بناء الوضعيه. هذو عباره عن خطوات بسيطه فقط مقترحة باش نسهل عليكم المهم.
في الفرض قادر يدير لكم ترتيب جمل، قادر يدير لكم ملء فراغات، وقادر يدير لكم كتابه مقدمه، يعني وضعيه صغيره مقدمه برك تاع التكست اكسبليكاتيف. المقدمه تاع التكست اكسبليكاتيف نسميوها باردون، نسميوها لانتروديكسيون ولا لا فاز دو كيستيونمون، مرحله التساؤل، لانه نطرحوا في اخرها سؤال اون كيستيون. الوغ جو دو تو دابور دوني ان تيتر، لازم نمد عنوان النص، ومن بعد بون نروحوا هنا نبداو نديروا اتوندي نديروا لول. اذا اول حاجه لازم ديروها هي ديروا عنوان ان تيتر او تيكست، دوني ان تيتر او تيكست. تري بيان، الوغ هنا انا ما درتش العنوان، انا مثلا العنوان تاعي سي لو لافاج ديما، لافاج ديما اذا درت العنوان تاعي. العنوان تاعكم لازم ما ديروا له والو، ما ديرولوش هكا ولا ديروا داخل اطار ولا تسطروا عليه ولا ديروا في النهايه تاعو نقطتين، هذو كامل ما ديروهمش، عبارة عن أخطاء. العنوان تاعك اكتبه في وسط السطر، أو سونتر أو ميليو، في وسط السطر ما تسطر عليه ما دير له والو، والحرف الأول تاعو يكون ماجيسكول. خلاص كملتو، أرجع للسطر، أترك بياض، خلي بياض صغير، أبدأ أكتب المقدمة نتاعك ولا أبدأ أكتب الفقرة نتاعك. الحرف الأول دائما ماجيسكول كيما هنا ال ماجيسكول، البياض هذا لا لينيا هذا يكون في على الأقل زوج مربعات، يعني زوج سنتيمتر هاي ابوبريا، ماشي يعني حاجه ثابته. هذا الانترودكسيون تاعنا ولا لا فاز دو كيسيونمون نديرو فيها زوج حوايج، اون بريزونت لو تيم اون امبلويون اون ديفينيسيون باغ اكزومبل، نقدموا الموضوع نتاعنا اللي راح نحكيو عليه، نديرو تمهيد. نقدروا مثلا التمهيد نتاعنا يكون على شكل تعريف ديفينيسيون، كيما هنا لو لافاج دي مان، ندير التعريف نقول اتوندي جو سوبريم لو لافاج دي مان est un geste primordial dans la vie de tous les jours. نقدر نحبس حتى هنا ما نزيدش، وانا زدت معلومة أخرى قلت qui permet de réduire le risque de maladie ou d'éviter la transmission de ces microbes à d'autres personnes. خلاص تقدروا تحبسونا عند كلمة جور، تعريف بسيط خلاص يكفي. الجملة الثانية نديرو سؤال بعد ما قدمنا الموضوع نتاعنا على شكل ديفينيسيون، مثلا je dois exposer la problématique du texte، مشكلة النص، المشكلة المطروحة. دوك هنا المشكلة تقدر تكون جينيرالمون راح تكون على لامبورطونس، على الاهميه نتاع هذاك الحاجه، مي انا هنا درت سؤال ماشي على الاهميه، على الطريقه، ماشي اهميه لو لافاج دي مان، سو ني با لامبورطونس، مي كومون لا بروسيدور، الطريقه كيف نديرو غسل الايدي. الوغ كومون سو في لو لافاج دي مان، يعني اذا كان عندكم، يعني اذا كان قالوا لكم اكتبوا نص في التعليمه، في التعليمه اذا كان قال لك غيديجان تكست على لامبورطونس، على الاهميه، تقولوا مثلا سؤال ديرو هكا pourquoi le lavage des mains est-il si important. اذا كان ما داروا لكمش، يعني داروا لكم سؤال قال لكم اكتب نص على ولا وضعيه على طريقه كومونسو لافي لي، ما هنا ديروا العنوان بهذه الطريقه مثلا الوغ هذه تقدروا ديروها عادي في كل حالات، الوغ كومونسو سو في لو لافاج دي مان، ولا الوغ اذا كان الاهميه الوغ بوركوا لو لافاج دي مان ايتيل سي امبورطون لا سي نيسيسار. يعني اظن انه طريقه سهله بسيطه جدا. درك انتم لازم تتعلموا الوضعيات هذوك اللي تلقاهم في لي باج فيسبوك، الوضعيات الجاهزه، ما همش يحطوا لكم هذوك الوضعيات باش تحفظوهم، لا لا، هذيك الطريقه تاع الحفظ راهي ما تكفيش، بالك ديرها دركا مع الاول، بصح مع الوقت لا، لازم تتعلم تكتب الوضعيه. بوغ ابروندغ اكريغ لا برودكسيون اكريت، اول حاجه لازم ديرها هي انك تتعلم تقرا، معناها تحاول تقرا بزاف عندك هذوك الوضعيات الجاهزه اللي تشوفهم في لي باج فيسبوك، اقراهم، شوف كيفاه الطريقه كيف نكتب الوضعيه، الجمل، الكلمات اللي نستعملوهم، الجمل اللي نستعملوهم، الطريقه كيف رانا، كيف رانا نديرو. زيد تقرا عندكم لي سوجي، المواضيع هذوك اللي نتاع الفروض والاخر، تلقاو فيهم نصوص يا اخي، دي تكست، هذوك لي تكست ثاني تتعلم منهم افكار، جمل، الكلمات، هذوك لي زيدي راح تستعملهم في التعبير تاعك. تبدا تحاول اشاك فوا تكتب وضعيات بسيطه، تبع الطريقه هذه المنهجيه،
تروح تدي الاستاذ تاعك يصحح لك الاجابات هكذا مع الوقت مع الوقت تعلموا. منا توصل سنه رابعه متوسط ما يكونش عندكم مشكل خلاص مع لا برودكسيون اكريت. هذه هي بكل بساطه. حاولت اني ما نكثرش عليكم بزاف هذا الفيديو، فيديو بسيط في مراجعه خفيفه هكذا باش تكونوا على بالكم واش راه ينتظر فيكم. ربما ندير لكم فيديو ولا زوج فيهم مواضيع باش تعرفوا طريقه طرح الاسئله. اذا كانت هذه الفكره تهمكم، جا فكره مليحه نتاع المواضيع، خليو لي في لي كومونتير اسكو فكره مليحه ولا مش مليحه. alors à la fin je vous remercie pour votre attention et pour votre sérieux. merci et au revoir. السلام عليكم.